الرئيس السيسي يؤكد امتلاك القارة الإفريقية جميع عناصر النجاح لتحقيق طفرة اقتصادية عالمية. الداخلية تعلن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صامويل بالمنيا. تظاهر الآلاف من ذوي السترات الصفراء في جميع أنحاء فرنسا واعتقال المئات خلال موجة الاحتجاجات. نشرة أخبار الساعة، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية انعقاد منتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية. جاء تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام جلسة شباب رواد الأعمال التي عقدت على هامش المنتدى. يسعدني أن أنضم إليكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي يعد أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الإفريقية، ويمثل تأكيدا لرؤيتنا تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية الشقيقة وثقتنا في عقولهم وقدراتهم. إننا نؤكد تماما أنكم أغلى ما نملك من ثروة، كما نؤمن بأن أفكاركم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة الشاملة. فأنتم القوة والطاقة القادرة على صناعة المستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة. تحتم علينا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب قارتنا وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع. كما بعث الرئيس السيسي برسالة سلام إلى جميع دول العالم مؤكدا أن القارة الإفريقية تمتلك جميع العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية. ومن هنا نبعث رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية. ومن هذا المنطلق واستكمالا لرؤيتنا تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بالإجراءات التالية. أول هذه الإجراءات، تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال. ثانيا، تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي إفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا. ثالثا، تم إطلاق مبادرة تدريب 10,000 شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة. رابعا، تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص
الواحد. خامسا، تم تأسيس وتفعيل دور مركز فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال، وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال، بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية. سادسا، تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال. سابعا وأخيرا، تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسات أو مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منهم لعرض أفكارهم أمام جميع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركون في هذا المؤتمر. مزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ على الهواء مباشرة الزميل علاء رشوان، موفد النيل إلى المؤتمر. كيف تابعت افتتاح منتدى إفريقيا والذي انطلقت أولى فعالياته اليوم؟ نعم، هذا المنتدى منتدى إفريقيا 2018 والذي يأتي في نسخته الثالثة جاء تحت عنوان أبرز، وهو المسؤولية الجماعية والقيادة الجريئة لدعم وتعزيز الاستثمارات البينية بين دول القارة السمراء. منذ قليل كما تابعنا انتهت جلسة هامة حضرها وشهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الرواندي بول كاجامي وعدد من الشباب الذين يقدمون نماذج ناجحة في إطار تبني هذه الدورة من دورات انعقاد المنتدى للشباب من رواد الأعمال. حضر هذه الندوة 100 من شباب رواد الأعمال الذين حضروا المنتدى منتدى شباب العالم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، وكانت أحد أهم توصيات هذا المنتدى هو إدماج شباب من رواد الأعمال في القارة الإفريقية إلى داخل المؤسسات العمل الإفريقي باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي وأيضا الاستثماري الإفريقي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تابعنا أيضا كان له مداخلات هامة خلال هذه الجلسة، تحدث عن دور الشباب الهام لصياغة مستقبل أفضل لدول القارة الإفريقية. تحدث أيضا سيادته عن أن هناك كثير من المعوقات التي تقف حائلا أمام السعي باتجاه إقرار التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. تحدث عن أن أبرز هذه التحديات تحديات في مجال الطاقة والبنية الأساسية، ولكنه أكد أنه على الرغم من كل هذه التحديات إلا أنه يجب العمل على عبور وتخطي هذه التحديات لإقرار المستقبل المشرق الذي يقوده شباب هذه القارة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة إلى دول في كل دول القارة الإفريقية. معنا مباشرة على الهواء الدكتور هاني الجبالي، وكان أحد هؤلاء الشباب الذين عرضوا تجربتهم الشخصية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة أمام السيد الرئيس وأمام أيضا الحضور. برحب بسيادتك دكتور هاني. دكتور هاني في عجالة لو تكلمني عن تفاصيل عملك وتفاصيل خلينا نقول الابتكار الذي قدمته أمام الحضور منذ قليل. شكرا جزيلا. شركة أفيد بيم باختصار هي شركة بتستخدم الذكاء الصناعي لاستخراج البيانات من كاميرات المراقبة لاستخدامها في يعني أشياء مختلفة كالأمن، استخدامات أمنية للمدن الذكية مثلا، أو استخدامات في مجال يعني البيزنس، يعني نقدر نعرف حاجات اكتر عن البيزنس الموجود، او ممكن تستخدم في لسيارات ذاتيه القياده انها ممكن انها تؤهل هذه السيارات انها تقدر انها تمشي في الشارع
بدون سائق. دكتور هاني، كما أشرنا هذا المنتدى يضع عنوانا أبرز لفعالياته وهو دعم شباب من رواد الأعمال والشركات الناشئة، كيف ترى أهمية انعقاد هذا المنتدى وأهمية هذه أو هذا العنوان لعمل ندوات وورش هذا المنتدى؟ هل ترى أنه يوفر منصة أو جسر للتواصل بين الشباب من كل دول القارة الإفريقية لدعم هذا التوجه؟ بالطبع، يعني هو كل يعني زي ما سيادة الرئيس كان قال إن هي كل مطوري الأعمال موجودين في مكان واحد، فإذا كنا عايزين نعمل تنمية مستدامة فأكيد الناس دي لازم تتكلم مع بعضها ولازم تقدر إنها تتواصل سواء داخل مصر أو في قارة أفريقيا بشكل عام. وده بالفعل حصل، إنه حصل يعني نوع من التواصل والناس إنها قدرت إنها تخلق مناخ للبزنس، عمل يعني تكملة الأعمال يعني من خلال الشركات ومن خلال يعني المقابلات مع يعني المستهلك لهذه المنتجات اللي هو بينتجوها. دكتور هاني، الجبالي أحد أهم النماذج المصرية المشرفة في مجال ريادة الأعمال، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. زميلي أشرف، بقيت الإشارة أنه باختتام فعاليات اليوم الأول من أيام انعقاد منتدى أفريقيا 2018، نحن سوف نتابع غدا انطلاق اليوم الثاني وفعالياته عبر عدد من الجلسات وورش العمل تبلغ نحو 21 جلسة وورشة عمل تدور حول بعض الموضوعات والقضايا على رأسها تمكين المرأة، قضايا التعليم والصحة في القارة الإفريقية، وأيضا قضايا التنمية المستدامة بالإضافة إلى قضايا التحول الرقمي. بطبيعة الأحوال يأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار استعداد مصر لتولي الرئاسة القادمة من رئاسة دورة الاتحاد الإفريقي القادمة في عام 2019، ما يلقي على كاهل السياسة الخارجية المصرية الكثير من المسؤوليات باتجاه تهيئة المناخ لإقرار الالتزامات الحكومية الإفريقية التي وضعت لدمج التكتلات الإفريقية الثلاث، أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية، السداك وأيضا الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء بحلول عام 2020، لإقرار منطقة ضريبية حرة ومنطقة اقتصادية حرة داخل دول القارة الإفريقية، وأيضا باتجاه تمهيد الأرض باتجاه مزيد من التسهيلات سواء الضريبية أو الجمركية أو إعداد الأرض لخلق جو مناسب وبيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات البينية وحركة التجارة وتنقل البضائع والأفراد بين دول القارة الإفريقية. سوف نكون في متابعة مستمرة مع شاشة النيل للأخبار ابتداء من 9 صباحا وحتى نهاية اليوم الثاني والأخير من أيام انعقاد منتدى أفريقيا 2018 الذي يقام هنا في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ. نعم، وبالطبع سنكون معكم أيضا من خلال خدمتنا الإخبارية والبرامجية علاء رشوان الزميل موفد النيل إلى المنتدى، شكرا جزيلا لك. نعود إلى أخبارنا، حيث من جانبه أكد رئيس رواندا بول كاغامي على ضرورة استثمار الثروة السكانية في إفريقيا واستغلالها في تنمية القارة، مؤكدا أن الطاقات البشرية في إفريقيا هي ميزة ومصدر قوة للقارة السمراء شريطة استغلالها بالشكل الأمثل. 1.2 من مليار من الأفارقة، وذلك بحلول عام 2050 سيتضاعف هذا الرقم. نحن نحتاج أولا أن ننظر إلى هذه العملية ليس بصفتها تهديدا. حينما نتحدث عن 2.5 مليار من السكان في قارتنا بحلول عام 2050، إنها لا تمثل تهديدا بل تمثل فرصة، إنها ميزة، إنها قوة، مصدر قوة. ولكن هذا لن يحدث إلا إذا ما استثمرنا الاستثمار السليم الواجب علينا القيام به، والاستثمارات السليمة هي في الشباب الذين يحظون بميزة السن والمهارات والمعرفة التي تجتمع مع بعضنا البعض. ولكن علينا أيضا أن يكون هناك عملية للتيسير، تيسير كل ذلك، كل هذه العناصر حتى نبلغ منتهى أملنا.
كانت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 الكوميسا قد انطلقت اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا، وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ. كما شارك في الجلسة أيضا الرئيس الرواندي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة. ويناقش المنتدى على مدار 21 جلسة مستقبل وآفاق الاستثمار في القارة السمراء وآليات العمل من أجل تسريع معدلات النمو في القارة الإفريقية. نعود إلى نشرتنا، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن منتدى إفريقيا 2018 الكوميسا يأتي ضمن توجه الدولة المصرية ورعاية الرئيس السيسي لكل القضايا الإفريقية. وأضاف أن المواضيع المطروحة خلال المنتدى تتسق مع المجهود المبذول على الساحة الداخلية في مصر من إجراءات وبيئة تشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع الشباب. والمنتدى بيجي في مجمل الإطار العام لاتجاه الدولة المصرية ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل القضايا الأفريقية. الحقيقة المواضيع المطروحة على المنتدى في دورته الحالية بتيجي متسقة مع المجهود اللي فعلا بيحدث في الساحة الداخلية في مصر من زيادة العمل على زيادة الاستثمارات والبيئة التشريعية الجديدة للاستثمار وجذب جديد المزيد من الاستثمارات إلى مصر والإصلاح الاقتصادي ورعاية الشباب وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والتقدم بأفكارهم والتقدم بمبادراتهم. الحقيقة ده موجود ومطروح على الساحة المحلية في مصر، وإن شاء الله يكون المنتدى فرصة لأن المجهود ده يبقى عابر للحدود وأنه يمتد إلى الدول الأفريقية كما حدث في الأعوام الماضية. أيضا قال السفير بسام راضي إن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا ترقى إلى الطموحات حيث تصل إلى حوالي 16% فقط، وأكد راضي على ضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول القارة. الحقيقة التجارة البينية بين الدول الأفريقية يعني في وضعها الحالي لا ترقى للطموحات المطلوبة. لو قارنتها بالقارات الأخرى يعني قارة زي القارة الأوروبية التجارة البينية ما بين دولها بتوصل لغاية حوالي 70%، دول الآسيوية حوالي 50%، والدول أمريكا اللاتينية حوالي 19 أو 20%، وأمريكا الشمالية حوالي 54%. الدول الأفريقية حجم التجارة البينية للتجارة الكلية ما بينهم حوالي 16%، وده بيعتبر يعني رقم يعني لا يلبي الطموحات، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الموارد الطبيعية وحجم الإمكانيات الكبيرة جدا في الدول الأفريقية. حضرتك ذكرت اتفاقية التجارة المنطقة الحرة الأفريقية، هي الاتفاقية دي أو الوثيقة اللي تم التوصل إليها في مارس الماضي غاية في الأهمية، لأنها بتأتي على نفس الطريق اللي حضرتك ذكرته، الاندماج الاقتصادي للقارة الأفريقية. من جانبه قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن إصلاح التعليم هو مسؤولية شاملة تشترك فيها جميع الأطراف لتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وأوضح الوزير أنه ينبغي تقديم مصلحة الأمم على مصلحة الأفراد نظرا لضخامة التحديات الحالية. نظرا لضخامة التحدي لازم نشترك فيها كمجموعة، لازم الشعوب تؤمن أن دي تحدي حله هيكون جماعي، ولازم يعني نشوف مصلحة الأمم قبل مصلحتنا الفردية، نشوف مستقبل الأمم مش على الحاضر بس. فبالتالي الرؤية الشاملة دي مهمة، ان احنا نعرف انه في مشاكل كبيرة لو فضلت كده احفادنا هيتعبوا جدا، ولازم نساعدهم بان احنا نشتغل مع بعض سواء الحكومة او القطاع الخاص. حتى في التعليم قلنا كتير التعليم مسؤولية وطن مش وزارة ومش شخص مش رئاسة، دي مسؤوليتنا كلنا لان دي عملية طويلة المدى، التنمية البشرية طويلة المدى.
شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كاتشنر بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ. جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ. وقال الدكتور مدبولي إن اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كيتشنر تأتي في إطار ما تليه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحي والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا سامويل بالمنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، وذلك عقب ملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث. أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر الإرهابية المنفذة للحادث عن تحديد موقع وتمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق داشلوت الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط، واتخاذهم منها مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني. وتمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث والمكنيين بأبو مصعب وأبو صهيب. وفي 2 نوفمبر الماضي شهدت محافظة المنيا اعتداء على حافلة تقل حجاجا أقباطا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا سامويل، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وتبني تنظيم داعش الإرهابي لاعتداء. مزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. مرحبا بك، وكيف تثمن جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في ملاحقة العناصر الإرهابية في هذا الحادث؟ بداية تحياتي لسيادتك وتحياتي لجميع مشاهدي قناة النيل الأخبار. ثانيا طبعا يعني يمكن احنا نشاهد الآن استضافة للمنتدى الأفريقي 2018، ونشاهد في تطور شديد في الحالة من حول مزيد من الاستثمار داخل مصر. إذا لابد أن يقوم الأمن بعزف سيمفونية تواكب هذا الحالة اللي احنا نمر فيها. وأنا أؤكد لسيادتك أن التنسيق الدائم ما بين الداخلية والقوات المسلحة يسفر عن هذه النتائج الجيدة. النهاردة لما يكون في حادثة حدثت منذ أكثر يمكن من شهر أو شهر وعدة أيام، ونجد أن في التتبع المستمر والأعمال التي تقوم بها من معلومات تتوفر لدى وزارة الداخلية وضبطهم أو استهدافهم بطريقة ما في مناطق وعرة، أعتقد أن هذا عمل جيد جدا. أنا أؤكد لسيادتك أن الأمن يواجه الحالة اللي كانت موجودة في مصر خلال السنوات الماضية من تعظيم للإرهاب المصدر إلينا بكيفية ما، وإحنا يمكن نجد أن في حالة انحصار جيدة للإرهاب على أرض مصر، رغم أن جميع دول العالم لا تستطيع أو ما فيش حد يستطيع أن هو يقول أن أنا ما عنديش إرهاب. الإرهاب يطول جميع الدول سواء مستقرة أو غير مستقرة. النهاردة نبحث عن الأفضل علشان توفير المناخ الخاص بالاستثمار القادم إلى مصر خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وأيضا لتوفير المناخ الآمن للمواطن المصري. اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك. تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب، يتهم أربع قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل. وقال مصدر مسؤول بالمجلس إن المجلس الأعلى بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات، ومنها قنوات بانوراما التي شملها اختار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب. وأكد المصدر أنه تم إختار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تخطي عدد المواطنين الذين تم فحصهم في حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حتى الآن لمحافظات المرحلة الأولى والثانية حاجز 14 مليون مواطن. أوضح المركز أن محافظات المرحلة الأولى التي يمتد الفحص فيها إلى 31 من ديسمبر الجاري هي الإسكندرية، البحيرة، بورسعيد، مرسى مطروح، دمياط، القليوبية، جنوب سيناء، الفيوم وأسيوط. وأشار إلى أن محافظات المرحلة الثانية التي يمتد الفحص حتى 28 من فبراير المقبل بها هي القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف وسوهاج. وأن الكشف ساري للمرحلتين من خلال التوجه لأقرب نقطة فحص ومن خلال الخط الساخن 15,335 بجانب الموقع الإلكتروني للمبادرة. تنظم هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤتمرا عالميا عن التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية نهاية إبريل المقبل بمشاركة عدد كبير من كبار العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي، وذلك بهدف صياغة استراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية التجديد. ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في تلقي البحوث والمقترحات الخاصة بالمؤتمر لدراستها. مزيد من المتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد المالكي عضو المكتب الفني بمشيخة الأزهر. مرحبا بك، ونود أن نتعرف على طبيعة هذه الأفكار والمقترحات التي يمكن صياغتها بحيث تكون صالحة للتقديم لهذه الهيئة. تفضل. أهلا وسهلا يا فندم بحضراتكم السادة المشاهدين. طبعا يعني ده المؤتمر هيئة كبار العلماء، وده المؤتمر ده بيمثل يعني مبادرة قوية من الأزهر الشريف، بيرتكز المؤتمر ده على الجهود التي يعني تمت السابق في عهد مولانا الإمام منذ أن تولى مشيخة الأزهر، خاصة الجهود في مجال التجديد اللي هي تمثلت في وثائق الأزهر سواء كانت في 2010 2011 2012 وما تلاها، أو المؤتمرات السابقة زي مؤتمرات السلام، زي مؤتمرات التطرف، زي المؤتمرات التي بيعقدها الأزهر الشريف، خاصة أيضا كمان في مجال التجديد في جهود تطوير التعليم، جولات الإمام الأكبر الخارجية لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين وتفكيك الفكر المتطرف، قوافل السلام الدولية أيضا كذلك الأمر، الجهود التي فعلها الأزهر الشريف من خلال إحداث مراكز زي المركز العالمي للرصد والفتوى وغيرها من الجهود، كل ده بيخلي الأزهر هو شريك قوي جدا، خاصة أنه أعلى مرجعية سنية في العالم، بيكون مواجه للفكر المتطرف وتفكيك الأفكار الإرهابية اللي بتحتكز عليها جماعات العنف والإرهاب سواء كانت في داخل مصر أو خارج مصر. الأمر الآخر تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام. هذا المؤتمر أنا بس يعني محتاجين اللي احنا بنتكلم إن المؤتمر ده بينطلق من أفقين اثنين. الأفق الأول إن الأزهر الشريف بما يمثله من أنه المرجعية الأعلى مرجعية في العالم يتمثل في امتلاك القدرة على استشراف المستقبل من خلال المنهج اللي هو الذي درس في الأزهر الشريف اللي يبصر دائما بتداعيات الحاضر وفقه المآلات. الأمر الثاني أو الأفق الثاني اللي هو بيتمثل في امتلاك الأدوات الخاصة الصحيحة، لأن للأسف الشديد إحنا عندنا دلوقتي يعني كل من قرأ أي كتاب يتصدى للفتوى أو يتصدى للكلام في الدين، لكن الأزهر الشريف هو الذي يمتلك الأدوات الخاصة والصحيحة بتمكن من إدارة الأزمات حال وقوعها. فجي المؤتمر ده عشان يقدم العلاج، وحتى يكون العلاج مدروس وقادر على أن يحول المشكلة إلى خبرة وبصيرة وحل. أيضا
ان التاكيد ان المؤتمر ده بياتي انطلاقا من عالميه رساله الازهر، لان رساله الازهر هي رساله الاسلام التي يعني تتمثل في الوسطيه والتعايش والسلام. فلذلك جاءت الدعوه في المؤتمر ده لجميع المجامع الفقهيه ولكبار العلماء. وبس عشان ما حدش يقول مثلا هو العلماء بس اللي هو علماء الشريعه، لا، نحن الدعوه لكل المثقفين في العالم العربي والاسلامي، كل المفكرين في الدعوه لهم جميعا في حضور هذا المؤتمر وتقديم اطروحات للهيئه كبار العلماء والامانه العامه لهيئه كبار العلماء، حتى يعني هذه الاطروحات يتم تناولها بشكل علمي في المؤتمر. نعم، الدكتور أحمد المليكي عضو المكتب الفني بمشيخة الأزهر، شكرا جزيلا لك. فاز الدكتور مشعل السلمي بمنصب رئيس البرلمان العربي لفترة ثانية بالتزكية خلال الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الجلسة الخاصة أدى النواب الجدد في البرلمان اليمين القانونية بالإضافة إلى انتخاب نواب رئيس المجلس الأربعة ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقا للنظام الأساسي للبرلمان. تظاهر نحو 31 ألفا من ذوي السترات الصفراء في كافة أرجاء فرنسا خلال الموجة الممتدة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اعتقال نحو 700 شخص ووضع آخرين رهن الاحتجاز خلال تظاهرات السترات الصفراء. موجة جديدة من مظاهرات ذوي السترات الصفراء تجتاح فرنسا، وذلك بالرغم من التنازل الكبير الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون بالتخلي عن ضريبة الوقود. الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي السترات الصفراء الذين تجمعوا في محيط قوس النصر الشهير بباريس أثناء محاولاتهم الوصول إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن شكلت حائطا أمنيا ومنعتهم من الوصول. رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن اعتقال مئات الأشخاص ووضع آخرين قيد الاحتجاز خلال مظاهرات السترات الصفراء الذين تجمعوا في العاصمة باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. كانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 90 ألفا من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 8 آلاف في باريس وحدها، وأغلقت نحو 36 محطة مترو في باريس، كما أغلقت أبرز معالم العاصمة الفرنسية كبرج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي من أعمال شغب ونهب للمحلات التجارية. وبالرغم من التنازل الذي قدمه الرئيس الفرنسي، تواصل حركة السترات الصفراء للأسبوع الرابع المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة، بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة، بل واستقالة ماكرون، بينما تؤكد السلطات الفرنسية أن الاحتجاجات التي اندلعت احتجاجا على غلاء الأسعار اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية. وختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العناوين. رئيس السيسي يؤكد امتلاك القارة الإفريقية جميع عناصر النجاح لتحقيق طفرة اقتصادية عالمية. الداخلية تعلن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا سامويل بالمنيا. وتظاهر الآلاف من ذوي السترات الصفراء في جميع أرجاء فرنسا واعتقال المئات خلال موجة الاحتجاجات. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.